أن أنسى أن أحيي كل المشاهدين كل باسمه بدون استثناء، العنبة، شناز، الملكة، أيضا حي درويش، الأستاذ درويش اللي هو سوري الأصول، نوجه لك تحية ونوجه تحية لكل العائلة الكريمة. دون أن أنسى أن أوجه تحية لأميرة خالد وللجميع، فيما بعد أكيد سأذكر كل باسمه. واليوم أنا أقولها منذ البداية، اليوم الاتصالات مفتوحة لحب يتواصل معنا لنتحدث عن موضوع أستطيع القول أو أستطيع أن أمنحه عنوان آداب العيد. سنتحدث عن كل التفاصيل في هذه الحلقة بإذن الله مع ضيوفي، فشاركوني باتصالاتكم، لا تبخلوا علينا أكيد بأرائكم وتعليقاتكم. أبدأ بك أستاذ عبد الرحمن. أولا، كيف نحتفل أو كيف يكون الاحتفال بالعيد بطريقة شرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتقدم بتشكراتنا لهذه الحصة الناشئة، والتي نرجو الله تعالى أن تستمر وأن تساهم في نشر الوعي بين أفراد المجتمع الجزائري، حتى إن شاء الله تعالى نكون كلنا مساهمون في إصلاح مجتمعنا، وأن نأخذ به إن شاء الله إلى حال أحسن وأفضل. وهدف الحقيقة كما نقول إحنا، يستاهل الشعب الجزائري، يستاهل أنه يكون في وضعية أحسن من التي نعيشها اليوم. أضحية العيد. العيد أولا هو شعيرة، والتي هي من الشعار الذي يشعر به، أي يحس به، فلابد أن تظهر ملامحه وتظهر احتفاليته بين الناس. هذا معنى العيد. ومن معاني العيد كذلك العود، أي يعود كل عام ليجدد في النفوس هذه المعاني، معاني علاقة الإنسان المسلم برب العالمين سبحانه وتعالى. هذه من معاني هذا العيد هذا. ورب العالمين سبحانه وتعالى، إذا نظرنا إلى هذه الشعائر، مثلا الأعياد، مثلا الأذان وشعيرة، 5 مرات في اليوم نسمع الله أكبر الله أكبر. هذه المعاني العيد، كل سنة صيام رمضان، كل سنة هذه العبادات، كل هذه الشعائر كلها من معانيها تجديد العلاقة مع رب العالمين، لأن من طبيعة الإنسان أنه ينسى. الإنسان ينسى. ورب العالمين ما دام هو الذي خلقنا ويعرف حقيقتنا، فجعل لنا هذه المواسم وهذه المناسبات لكي يجدد المسلم هذه العلاقة بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. وأضحية العيد تدخل في هذا المعنى. نعم، تحديدا كيف نحتفل احتفالا شرعيا؟ ولو نتحدث عن أضحية العيد، يعني كيف تكون هذه الأضحية صحيحة؟ يعني ما هي شروط الأضحية؟ بداية، الأضحية قبل أن ينتقل المسلم إلى البحث عن هذه الأضحية، الكبش هذا، الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه وأن توافق ما يريده الله عز وجل، لابد من فهم ما معنى هذه الأضحية. فالأصل أن رب العالمين شرع هذه الشعائر، هذه العبادات لها أصول عنده سبحانه وتعالى. نشوف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نرجع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. عليه السلام. لما نرجع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنجده أنه امتحنه الله في إيمانه، في علاقته بينه وبين ربه. وإبراهيم
من هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم رجل كسائر الناس. قل إنما أنا بشر، بشر لكنه أحسن الناس في خلقه، في عقله، في حكمته، في كذا. فاختاره الله، لأن يعني الأنبياء والرسل اختارهم الله معت اختيار رباني. من بين الخلق هم النخبة، هم النخبة تاع المجتمعات، ولهذا اختاره الله عز وجل. لما اختاره أراد أن يبتليه، أن يمتحن. الابتلاء هنا بمعنى الامتحان، أي يختبر إيمانه، يختبر كذا. فهناك اختبارات كثيرة، لكن منها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كبير في السن، ومرأته عاقر، لم يكن له أولاد، كان متزوج بالسيدة سارة، سارة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فامتحنهم الله سبحانه وتعالى، امتحنهم ربي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام في الرواية قصة أن سارة قالت له إذا ما دام ليس لنا أولاد فتزوج. نعم، وكانت عندها فتزوج. فتزوج هاجر عليه الصلاة والسلام. هاجر كانت خادمة عند السيدة سارة. نعم. وشافت فيها بأنها إنسانة أو فتاة فيها صالحة. فيها الصلاح وفيها كذا. وباختصار حتى نكونوا متوافقين مع الكلام الذي نذكره، أن ظاهرة العبيد والإماء كانت ظاهرة اجتماعية في التاريخ البشري، ظاهرة اجتماعية. ولهذا رب العالمين تعامل مع خلقه بسلاسة، بالتدرج، بسماحة. ما قالهمش اليوم الأول قال حرام اتخاذ العبيد والإماء، لأنها ظاهرة اجتماعية تاريخية قديمة. ولهذا رب العالمين تعامل مع خلقه برحمة، سبحان الله، يعني دين الله كله رحمة. ولهذا عالج القرآن، عالج هذه الظاهرة الاجتماعية اللي هي اجتماعية واقتصادية كذلك. يعني الإنسان يحتاج إلى خادم، يحتاج إلى كذا. فكانت هي نتيجة الحروب، الظاهرة تاع الإماء والعبيد نتيجة حروب، لما قوم يغزون قوم آخر ويقتلون رجالهم وكذا، فيأخذون النساء والأطفال ف يستعملونهم كخدم عندهم وكذا. لكن بعد ما جاء الإسلام يعني انتهت فترة العبودية، حتى عمر بن الخطاب قال لم تنتهي استعبدتم بل عالجها بتدرج. كما الخمر. ولكن هل نزل القرآن قال حرام الخمر في اليوم الأول؟ لا، يعني بتدرج. بتدرج. ولكن لما جاء عمر بن الخطاب قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، لأنه الإنسان في النهاية لما يولد فهو حر. لا، هو الكلمة كانت لها سياق آخر، أن عمرو العاص وليد ضرب أحد المصريين بعد ما فتحت مصر. فأراد أن يقتص المصري، فأتوا جميعا إلى عمر رضي الله عنه، فقال له قال عمرو العاص كيف تحرض عامة الناس على حكامها؟ فقال تلك الكلمة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرار أمهاتهم، فقال للمصري اقتص من ولد عمرو العاص. هذا العدل بين والفرق الناس. هو كان الفرق يعني العادل. لما نعود إلى الكلام الأول، وهو أن تزوج إبراهيم عليه السلام، تزوجها وولد له إسماعيل. شوف الحالة اللي كان فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى نفهم معاني العيد. هذا موش كبش تشريه وتذبحي وتاكلي الحم وخلاص. وإنما هناك معاني جليلة في هذا الأمر هذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تصوره إنسان كبير في العمر، 86 سنة. لما رزق وسارة لا تلد. ولما ولد له ابن واحد. وش يبتليه رب العالمين؟ وش يبتليه؟ شوف الابتلاء، يقول له خذ امرأتك هذه هاجر وإسماعيل معها، خذهما وانتقل إلى أرض الله الحرام، مكة. كان في فلسطين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان في فلسطين، وروح إلى هذاك المكان. كي جل مكة مكة أرض ليس فيها حياة، لا ماء، صحراء، ولا كلاء، صحراء، ولا عشب، ولا شجر. حتى اللي راح المكة، أنا رحت على كل حال عدة مرات، فالصخر تاعها الصخر الأصم، كما يقول حنا الكاياس، صح التعبير، اللي هي صخور بركانية لا حياة فيها، ما ينبتش فيها الحياة، سبحان ولعل الله. ولعل واحد فينا إلا شاف شجر في مكة فهذا كله اصطناعي، سبحان الله، ماهوش أصلي ينبت. إذن لما يضع هاجر
ويترك هاجر في المكان هذا، هي وابنها، هي ابنها رضيع. نعم. تصوروا هذه الحاله هذه، سبحان الله، رضيع. نعم. يقول لهم ويتركهما وينصرف عنهما، يذهب يعني يتركهما لحالهما. قالت هاجر حينها، هاجر عليه السلام، كيف قالت؟ الله امرك، معناتها ما كاش واحد انسان عاقل صح. يدي المراه تاعو والابن تاعو الى ارض قاحله. نعم. ورضخت يعني. نعم. قالت امر الله. الله امرك. فانه مؤمنه. نعم. ان ربي لا يامر بسوء. نعم. ولا يامر بشيء يضر الانسان. نعم. شوف الرحمه تاع رب العالمين. لان وراء القصه اسرار عظيمه. اكيد اكيد. فقال نعم. ربي لقلبك. نعم. قال نعم. قالت إذن الله لن يضيعنا. أكيد لن يضيعنا. احنا نقولوها أنا يما نسمع الأم تاعي تقول نعم، اللي خلق ما يضيع. صح. لا إله إلا الله. صح. قالت إذن لن يضيعنا. واش كان من وراء ذلك؟ أن ربي يرزقهم بزمزم اللي لا يزال لكن كيف رزقوا نبات الأرض؟ لكن كيف رزقوا بزمزم أستاذ؟ يعني في قصة وراء ذلك، يعني كان الطفل يبكي، هو ترك كلها سيدنا إبراهيم بعض من الثمرات وبعض من الماء، فهي تردى هذا الطفل الصغير لما يعني نفذ الماء والتمر، زاد السفر هذا. نعم. فالطفل الرضيع كان يبكي، يعني كان يصرخ من شدة الجوع يعني والعطش. فهي ماذا أصبحت تفعل؟ كانت يعني انتقلت بين الصفا والمروة، هما جبلين. نعم. نعم. نعم تفضل. وهذا المعنى هنا، معنى السعي. ربي خلقك ورزقك، ماشي تقعد مربع الأيدي. قامت هذه المؤمنة. نعم. كما فعلت مريم عليه الصلاة والسلام، هي حامل وقالها ربي أرزقك بشجر وكذا. نعم. الملك قالها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في بالكم النخلة. نعم. كي تهزوها تحتمر. نعم. تحتمر. وإنما القصد من ذلك أن ديري الأسباب. نعم. قومي. نعم. بالسبب. يعني لو كان ديري يدك هكذا. نعم. ربي راح يرزقك. فهاجر عليه الصلاة والسلام لما شفت باللي لا 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 زاد ولا كذا، لا مال مرعى، قامت وهي. نعم. تؤمن أن الله لن يضيعها. نعم. تؤمن، قامت لتسعى. علاش اليوم في الحج والعمرة نسعى؟ هذه المعاني بقات، خلد الله ذكرها. نعم. أستاذ لما كانت تسعى يعني بين الصفا والمروة تم لخرج الماء، وهي نظن أعتقد أنه كانت تقول له زم يعني توقف بعد. نعم. ما أشربت بعد. نعم. بعد ما أشربت ابنها. نعم. 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 فسمي بزمزم. نعم. ماء وزمزم. كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد ما جاءت قافلة من العرب. نعم. واستوطنت المكان لأنها وجدت الماء، والعرب في التاريخ هم يتنقلوا كثيرا على بحثا عن. نعم. عن الأكل. نعم. رحل. أيوة. يعني أصبحت يعني أصبح المكان فيه أهل حياة، أهل بالناس. حياة. نعم. نعم. وكبر سيدنا إسماعيل. إسماعيل صلى الله عليه وسلم ولا شاب وتزوج وكذا، فيأتي الوحي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الامتحان. نعم. سيدي تفضل. قصة جبت قصة. نعم. يعني حبيت أن نسألك، تدرتنا راني وكأنني نشوف في فيلم. هل البيت في أثناء زمزم والسعي تاع هاجر مع إسماعيل، هل البيت كان مشيدا؟ لا تقصدين مكة؟ البيت، الكعبة. نعم. هل كان مشيد بعد؟ نعم. هو بنية ولا لم هو باش نعرف قبل. نعم. السعي نتاع. نعم. هاجر ولا بعدها. نعم. هو. نعم. لما ندرس تاريخ الكعبه وبنائها وكذا، في روايات انها بناها ادم هو الاول الذي بناها، ثم تهدمت كذا الى زمن ابراهيم. في زمن ابراهيم اعاد بناء بناءها. نعم. بناءها من طرف ابراهيم عليه الصلاه والسلام. نعم. هي بنيت قبل ولا بعد برك هذا؟ لا هو في الروايات ان اول من بناها ادم عليه الصلاه والسلام. كانت مبنيه ثم تهدمت عبر الزمن حتى جاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام، تم ترميمها وتصميمها وكذا، بناءها عن اصول. حتى دعا يعني وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. نعم. واسماعيل ربنا تقبل منا انك. نعم. انت السميع العليم. ربنا اما لا تبنت بعد. نعم. خاطر اسماعيل لما انبع المنبع نتاع زمزم كان رضيع اصلا. نعم. كان صحراء. من بعد البناء تم اي درك فحرني في الايام. نعم. من بعد جاء البناء بسواعد اسماعيل. نعم. مع ابيه. نعم. نعم. دونك سيدة البناء كان بعد. نعم. حتى. نعم. المكان كان صحراء، كان قاحل. نعم. صحراء قاحلة يعني. نعم. ما كانش فيه. نعم. نعم. لا
جاء الامتحان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وربي يمتحننا، يمتحن فينا القلوب، حتى يعلم الله عز وجل صدقنا معه من غير الصدق. فأوحى الله إلى، بعث جبريل إلى إبراهيم وقال له يا إبراهيم روح روح لمكة عند إسماعيل. جاءته رؤيا، هو جاءته نعم، لأن من وسائل الوحي، من طرق الوحي رؤيا، دع المنام، منام الأنبياء حق، كله حق. فجاءت في المنام أني أذبحك، جاءت رؤيا هذه. وانتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة، والحادثة وقعت أن عرض الأمر على ابنه الذي تربى في إحضان الإيمان بالله، ولولا ذلك ما يقولوش كي قال له يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. فهمها إسماعيل، لأنه يعني عرف أن أبيه راه نبي والرؤية حق، معناتها أمر من الله، قالوا يفعل ما ترى، معناتها كما الإنسان الطائع، الإنسان المطيع، كي يكون زعما يعمل في أي عمل يقول له يجاك أمر عند مثل مسؤول وكذا، ويعرف بأن أمانات، هذه أمانات، وش يقول له؟ سمعوا طاعة، سمعوا طاعة، وش قالنا هذاك هو نديروه. إذن فإسماعيل لما سمع الكلام من أبيه إني أرى في المنام أني أذبحك، وش قال له باباه؟ فانظر ماذا ترى، لأن الأمر هو متعلق به بذاته، هو اللي راح ينذبح، راح ينقتل. قال ماذا ترى؟ والمؤمن عنده رأي مع ربي، هذا المعنى. هل المؤمن عنده رأي مع ربي؟ لا رأي له، لا إله إلا الله. فقال يا أبتي، شوفتك الطاعة، هذيك التسليم، هذيك السلاسة في طاعة أمر الله سبحانه وتعالى. الإيمان قوي يا أبتي، إيمان قوي، بارك الله فيك. يا أبتي افعل ما تؤمر، وش علي أنا نصبر برك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سلم أمره لله، لهذا ربي قال بعدها، قال فلما أسلما بالمثنى، معناتها في زوج، إسماعيل وإبراهيم، في زوج سلموا ربي، سلموا. علاه في بالكم؟ علاه، لأن إبراهيم يؤمن من أعماق قلبه إيمان صادق، أن ما دام ربي، كما نقولوا احنا في العامية زعما تبعتيني انت عند الاخت امينه، ولا امينه تبعتني عند الاخت بيضاء. وانا نعرف الاخت بيضاء انها تفري لي الشغل وما تخيفش ظني. فاذا به تقول لي روح عندها تفري لك شغلك. فهمت المعنى؟ اذا في قلبي انا مطمئن باللي كي نروح عند الاخت بيضاء تفري لي شغلي. هكذا كان ايمان ابراهيم. ما دام ربي قال لي اذبح ذبيحه اللي يراها الناس انها شيء غير معقول، غير معقول، جريمة. واحد يذبح وليده، كاين واحد يذبح وليده، وهذاك ما عنده. وهذاك ما عنده، قلنا في السابق انه كبير في السن، وعاده الانسان يكبر خلاص، وزيد المراه تاعو عاقر، واللي يرزقه ربي منها هذا الوحيد، يقول له زيد ربي، يقول له زيد الذبح. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. فاذا يعني بلاء عظيم، بلاء عظيم، سماه ربي بلاء عظيم، بلاء عظيم. هذا هو المعنى تاع التضحيه. إبراهيم عند ربي ذبح وليده، عند ربي. هو في الحقيقة، عند ربي ذبح وليده، تلاه للجبين، ذبح وليده. ثم عند ربي إبراهيم وفى، وفى بالوعد. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صادق، صادق، صدق في الامتحان. إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فيما بعد الآية، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. سبحان الله، هذا هو قصدي. إذا هذه خلاص، أنا لخصنا الموضوع. الأضحية هذه هي الأضحية، بمعنى الإنسان كي الآن الإنسان ينوي، يعني تشوف بالك اني مخلي الشعر وما مش محسن روحي كذا، علاه؟ لانها رانا في حاله تعبد رب العالمين. ولكن ان اتركوا طيب كل ما هو زينه. طيب 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 استاذ، اكيد القصه عظيمه، ويعني شوف سبحان الله لما تسلم امرك لله عز وجل، حتى رب العالمين لو خلى سيدنا ابراهيم عليه السلام يذبح ابنه، احنا كل مره في احنا مسلمين نقتدي بهذه السنه، ففي كل واحد يذبح ابنه. فنخبركم من رحمه الله على العبد، يعني فداه بذبح عظيم، اللي هو كبشه
علينا أو الضأن. هذه الرحمة والكرم تاع ربنا. رحمة من هو الرحمن. هو الرحمن. نخبركم في ديانات أخرى كالبوذية مثلا. نعم. عندهم في القرى تاعهم كل عام لابد أن يختاروا بنت جميلة أحسن البنات عندهم ويروحوا يقربوها البوذا. لا حول ولا قوة. نعم موجودة هذه. نعم. البوذية. قربان. قربان. هذا هذه هي أجمل بنت عندها. هذه أبوها يسلمها وهو راضي. نعم هذه الجاهلية. هذا هو الجاهل. يعني كأنه الجاهلية الوقت يعيد نفسه. طيب لو أسألك أستاذ، ما هو شروط ما هي شروط المضحي؟ ما هي شروطه؟ المضحي أصلا هو المسلم. نعم. المسلم له اولا يكون بالغ بطبيعه الحال، ويكون لديه المال الزائد عن الحاجه. نعم. لان هذه سنه وليست بفرض او واجب، انما هي سنه مستحبة. لا يكلف الله نفسا. طيب ماذا أستاذ عن يعني في ناس ربما لديهم مال، يعني رزقهم الله وفتح الله عليهم عليهم من أبوابه الواسعة، لكنهم لا يضحون، ما حكم هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا العمل. هذا لا، لأنها ما دام قربة إلى الله. نعم. إحنا البشر يا جماعة الخير، إحنا البشر لو كان نقول واحد نقول له مثلا والدة تاعه هو عنده المال، والوالدة تاعه مسكينة تستنى يجيب لها كيلو تاع فاكهة مثلا. نعم. وما تقول لك انا ما نديلهاش، خليني انا مشغول ولا كذا، ولا عنده سبب من الاسباب، وهو قادر انه يروح يزور الوالدة تاعه ويدي لها هذيك، لانها قربة. شنو المعنى قربة؟ دي والدة تاعك عندها فضل عليك كذا. راهو نفس الشيء، ولله المثل الاعلى، ماهوش قياس وانما لله تقريب المعنى فقط. تا ربي انت عطاك مال وقادر تضحي، والذبيحه قلنا هي قربة الى الله، معناتها تقرب الى الله سبحانه وتعالى. وما تذبحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، معناتها ما يجيش يصلي معنا اصلا. بمعنى كما الحصه اللي تكلمنا على الغش، من غش فليس منا، بمعنى ما فيش صفه المسلم. المسلم هذا اللي يبحث كيفاش يرضي ربي، لان يعني مصيرنا اننا نرجع الى الله. يعني اللي عنده مال وما يذبحش حكمه مثلا يؤثم فقط. يأثم. نعم. لكن ماذا عن لا يقرب مصلانا فتره قالوا النعي، يعني هل يقول كانه خروج من المله؟ لا 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 لا، ماهوش بهذاك المعنى. كيف اذا؟ كيف بمعنى راهو متمرد على طاعه الله سبحانه وتعالى، بمعنى كانه اعرض عن الله سبحانه وتعالى. عصيان. عصيان. نعم. هذا عصيان. يؤثم عليه. عندك المال وعندك كذا، الله يبارك وما تضحيش. عصيان. هذا مقبول، انت مسلم تعبد ربي ومصيرك الى الله. كلنا سنموت ونرجع الى الله، راح يوقفنا امامه، يقولنا خلقتكم ورزقتكم واعطيت لكم وفعلت لكم وكذا، يمن علينا كما في القران الكريم. ولا تسألن يومئذ عن النعيم. سؤال هذا قال العلماء سؤال منا، معناتها ربي يقول لك عبدي خلقتك ولا لا؟ تقول له يا ربي خلقتني، رزقتك ولا ما رزقتكش؟ رزقتني وعطيت لك كذا وعطيت لك كذا وكذا وكذا وكذا، كل النعم. ماذا فعلت عبدي؟ هل شكرت؟ نعم. هل أديت الواجب؟ هل كذا؟ هذه المعنى تاعي. نعم. أعود إليك يا سيدة البيضة. فقط الكاسك من فضلك. نعم. لو نقول لك بأنه العيد هو مناسبة للتكافل الاجتماعي، كيف لنا؟ أنت معي؟ أنا معك. أوكي، كيف لنا أن نظهر ذلك؟ أنا معك ودعيني أحييك. شكرا. وجمعة مباركة للجميع. أمين. أمين. وأشكر ابننا اللي وراء هذا الجدار. نعم اكيد. حميته. نعم. نشكره اليوم الجمعه ديما يخدم معنا. نعم. والطاقم المرافق له. والطاقم وكل عم انا هو الطاقم هو اسمه.
الله يبارك في دار حميدة. الله يبارك. نعم. حميدة راهم يسمعوا فيك الناس ولا غير حنا؟ ماذا بينا حتى الناس يسمعوك، ماذا بينا اليوم تشاركنا في الموضوع؟ انا على الشيطان نعم سنتحدث عن ذلك. المخرج يقول اني زعفان او غضبان. فقط حميتش اليوم نفتحوا الاتصالات، اللي عنده اللي حبي يتواصل معنا اليوم الاتصالات مفتوحة، اللي حبي يتواصل يبعث رقمه احنا نتصلوا به، المخرج يتصل به. نعم كذلك. اعطيني دقيقة للسيد المحترم والأخينا الإمام الجليل. أنا نحييك أخي العزيز ونشكرك على الدرس اللي اعطيته لنا. أنا نسيتني وكأنني لم أكن أمام الميكروفون وكأنني أسمع في درس. شكرا شكرا، ربي يقبل عليك على كل حال. أما بالنسبة للمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله يعيد ربي على كل المسلمين بخير واليمن والبركة. غير أنني أنا أتكلم دائما من الجانب الاجتماعي. وأنا رحت لك للجانب الاجتماعي. صح. التكافل الاجتماعي في العيد. أنت أحييتي فينا على بالك ركي بنيتي. نعم. ركي الدوري يعني الله يجازيك. ركي دائما تضربي على الوتر الحساس وتحطي يدك دائما على الجرح. في حصة ماضية تكلمنا عن التجارة والغش صحيتي يعني. بارك الله فيك. نعم. ربي يجازيك. نعم. وما تسنيش العبد يجازيك ويجازيك ربي. نعم. على المواضيع. نعم. المواضيع والحصة في حد ذاتها. شكرا لك. نعم. تستحقين كل الثناء والشكر. هذا واجب. تفضل. أما بالنسبة أنا قلتك راح نتحدث اليوم على الأضحية. تدخل فيها الجانب الاقتصادي. نعم. سيدي سنتحدث عن ذلك. نعم. سيدة الفضلة. ولكن الآن جاوبيني على التكافل الاجتماعي كيف يظهر في الأعياد، يعني كيف يظهر التكافل في بيننا. معليش باختصارنا. نعم. نعم. احنا على الفطرة نظنا لقينا باللي العيد عيد الأضحى انشي ما كناش نسمع باللي واحد عنده ما يضحيش. احنا عيد الأضحى صح. بالنسبة لنا ما كانش دار ما فيهاش الأضحية. ولما يضحيوا كاين المعوزين، كاين مرأة عندها أولاد في الدار وحدها، الناس كل تعرفها. تلقيهم الصباح يزرب يدير ويقول له يزرب قبل ما يشوي في داره. صح. ويطيب في داره يهز يوصل لهذيك الأرملة يزرب. يتسابقون على فعل الخير، الجار والمعرفة واللي ما عندوش واللي مريض يعودون أنا حبيت نقول وين راحت هذه العادات برك أولا. نعم. ثانيا نقطة مهمة جدا سيدي، ونحن كلنا ننتمي إلى مجتمع واحد. نعم. العام الماضي عدد الغش اللي كان في الأضحية. نعم. وبالمناسبة نزيد نحييك لأننا كنا نقول من غشنا فليس منا. نعم. اليوم. نعم. أصبحنا بفضلك نقول من غش ليس منا. نعم. هذا الغش هذا أنا في العائلة نتاعنا بركة عائلة عندي ابني وأخويا. أنت على بالك أنت طيشوا هذه ظاهرة. نعم. ومرض جانا جديد. نعم. نعم. الإنسان عاد ما يخافش ربي. هذا موضوع آخر. صح. طيب ماذا عن لو نقول لك سيدة البيضاء أنه ظهرت في مجتمعنا اليوم واحدة ظاهرة نقدر نقول بأنها غريبة ولكن مع الأسف انتشرت واستفحلت في مجتمعنا في العيد تحديدا، كاين اللي ولاو يشروا الكباش من أجل التباهي أو من أجل الرياء، كيف تفسرين ذلك؟ هذا أنا نقول باللي كما كنا نتكلم قبل، أنا نقول هذا عصيان. بس أدري إن أحسنت. هذا عصيان. تجي شريت حاجة. نعم. باش تحترمها وتفقدها وتشوف إذا كنت خطر لها شروط يبدو لي. نعم. لازم تكون عندها شروط. نعم. باش تجوز تقدمها وتضحي بها رب العالمين. صح. تروح تهز انت تعيبها وتتعبها وتضرها وتدير الصراع بين. هذا موضوع ثاني وحده اخر. هروح. انا راني نتكلم على انه كاين اللي ولاو يشروا الاضاحي، يشروا الكباش بالعاميه تاعنا، نشري الكبش من اجل اني نتباهى به رياء وتباهي يعني امام الفقراء والمساكين. انا نشريت كبش يعني ماشي فقط اني نشري كبش من اجل الله عز وجل ولا بهدف انه قربان لله عز وجل. ابدا.
هو اللي قلت لك راهو يشريه ومن بعد يولي يتباهى به يحطوه في ساحه الكل يعرف لمن هذا وكيف فهمتي لا. من ضمن هذه لا. ولازم يكون بالقرون يشوفوه الناس ويديروا نعم هذا مبدئيا انه بثمن غالي شريته بسبعه وشريته بثمانيه خاصه انه خاصه انه اسعار اليوم الاضحيه يعني رانا نشوفوا بانه الاسعار تاعها ارتفعت جدا يعني كيف تفسرين ذلك وما هي النصيحة اللي تقدري توجهيها لهؤلاء أنا أقول لهم الذين يتباهون ربي يهديكم أولا والإنسان اللي يروح يشري كبش هذيك الخطرة نشوف واحد يقول أنا شريته بتسع ملايين واحد وعشرة توصلوا يعني يتباهى ويتزايد تزايد هذا غير معمول به في الإسلام احنا الإسلام كان يتكلم الأخ على قواعد الإسلام أننا التواضع الرحمة فهمت حتى إذا كان عندك مال كثير ورحت شريت حاجة مليحة ما تعقبش على الزوالي وتنعتلو باللي أنا شريته بعشرة نتاعك أنت بمليون مثلا هذا يعتبر رياء وظلم وعصيان فهمتيني ما يبليش نعم سأعود إليك سيدة نصيرة اليوم نورتينا هذه أول مرة راكي معنا قولك السلام عليكم صباح الخير نورتينا